طب ليه بقى ما نستردش كل المصانع اللي على هذا المستوى، او كل المشاريع اللي محاسيب المخلوع خدوها بالاكمام البخسه ونهبوا مصر نهب حضرتك اطلقت عليه تجريف الثروه، وحصل على مدى سنوات طويله تجريف الثروه في جيوب فئه معينه، اخذوا المصانع واخذوا الاراضي واخذوا كل حاجه، ليه ما نستعدش الحاجات دي؟ نرجع مره ثانيه، لو استعدناها هل ده بقى ضد الخصخصه؟ هيحصل ايه في مصر مع صندوق النقد الدولي؟ هنرجع حاجه معقده جدا، هيقول لك لازم خصخصه لازم استثمارات، اتفضل فهمونا بقى. هنرجع تاني لنفس الملف اللي هو ملف الشركات التي تم خصخصتها وبرنامج الخصخصه اللي احنا اسانا هي اليه هذه الاليه متاحه، الخصخصه اليه من ضمن الاليات اللي هي لا عيب فيها على الاطلاق، زي الواحد التلفزيون ولا الكمبيوتر، والله الكمبيوتر لا عيب فيه ولكن طريقه استخدامه هو ده، احنا في هذه الحاله اسانا لاليه الخصخصه، بمعنى ان هي كانت مسار وكانت يعني وسيله لل التكسب، وسيله للفساد الى اخره، والتربح الى اخره، وعندنا امثله كثيره جدا من ضمنها المراجل البخاريه، من ضمنها طنطا للكتان، اشبين الكوم للغز والنسيج، عندنا عمر افندي، كل دي مسائل يعني الخصخصه شبه الكثير من الاقاويل، وهنا القضاء اللي بيحكم، وبالتالي هنا نخلي بالنا برضو عندما يحكم القضاء يبقى لابد من انفاذ القانون، والدوله في هذه الحاله تقف جنب انفاذ القانون، مع ان احنا نوزن مع تاثير ذلك على ثقه المستثمر. يا فندم ده في ناس في لسه قاعدين جوه ترى وعمال لسه مصانعهم وشغلهم اللي هم خدوه يعني بالبخس وبتاع لسه بيدر عليهم المليارات وهم قاعدين جوه، طب ما احنا اولى بهذه المليارات. بس ما نلاحظ انه هذه الشركات تم خصخصتها لاشخاص ثم الاشخاص باعوها لشركات اجنبيه ثم بيعت الى شركات اخرى، هتاخديها من مين ولا مين؟ اذا هتترك اثارها السلبيه. يبقى لازم نوزن في هذه الحاله. هنرجع تاني لنفس الملف، مصر ازاي؟ ما هنا هنرجع مره تانيه، بنقول حضرتك سالت سؤال مهم جدا وهو بقول انه في الحاله زي كده، طيب هو القرض، هو احنا ما نمشي كده من غير الصندوق او قرض ايه، ولازم يعني التسهيل الائتماني بتاع الصندوق. طب ما احنا ماشيين كويس والحمد لله، بس التسهيل الائتماني ده بيحط مصر وهناخد في حاجه تصنيف عالمي كويس، يعني نعم. خلينا بقى نجيب استثمارات، هناخد بقى ايه، هناخد بما ان احنا ناخد هذه الشركات اللي خصخصت فيما سبق وبحكم قضائي والى اخره، فلنحصل على هذه الشركات، هنحصل على الاموال في هذه الحاله، ونبدا الاقتصاد يتعافى ويقف على رجليه. لا، احنا بنرجع مره ثانيه بنقول الله، لماذا التعامل مع صندوق النقد الدولي؟ لماذا القرض؟ لانه ثبت، انا من وجهه نظر الشخصيه، ان هو البديل مش الوحيد ولكن الاكثر جدوى، وقلنا في هذه الحاله الاقتصاد بينزف، يبقى في عندي فجوه ماليه، الفجوه التمويليه دي ان انا عايز ما بين 11 ل 12 مليار، يعني الجسم عاوزين ننقل له دم بنقد اجنبي، هذا الدم بالنقد الاجنبي، لما اضخ 11 او 12 مليار دولار في جسم الاقتصاد المصري في هذه الحاله، عشان ايه؟ عشان ان هو يتعافى ويبدا ينمو بمعدل 4 و4.5%، علشان يقدر يعاود النمو ويولد لي فرص عمل 400,000 بدل 250,000، يبقى اذا يقدر يستوعب الداخلين الى سوق العمل، وبالتالي البطاله تتوقف وعدم والاسعار تتوقف عن التزايد الى اخره. النهارده هنقل، انا لما بنقل دم لجسم انسان بقول الدم ده هيروح عشان يسدد عجز الموازنه، او الحكومه، انا في تصوري ان في الجسم الاقتصادي الحكومه بمثابه الراس، اذا صلح الراس صلح الجسم، يبقى النهارده الحكومه عندها عجز، يعني في فقر دم في الدماغ، في هذه الحاله انقل له دم، هل انا بنقل دم للجسم الاقتصادي بقول له لازم تروح للحكومه؟ بينتشر في الجسم الاقتصادي، وبالتالي في هذه الحاله الجسم يبدا يتعافى. نرجع مره ثانيه بقول انه زي ما الصندوق بيطالب حكومه مصر بانه حاجتين مهمين اللي بنسميهم افعال مسبقه، بيان حسن النوايا قبل ما نبدا في البرنامج، ان شاء الله هنصل لاتفاق في نهايه هذا العام، لانه الصندوق وزاره الماليه اللي طلبت من صندوق النقد الدولي بانه يعني ناجل شويه لحد ما نستكمل اعاده صياغه البرنامج واضافه عنصر هيكلي فيه اللي هو هيشمل الاتي: واحد، انه الجزء الهيكلي بقى اللي هو تقيل شويه على الجسم الاقتصادي بس بما لا يضر
حر محدود الدخل. نمرة واحد أنه الدعم لازم يعاد النظر في إعادة هيكلة الدعم زي ما سيادتك ذكرتي الدكتورة هالة ذكرت بأنه والله لازم إيه الدعم ده يروح للمستحقين. مش معقول تلتين الدعم اللي هو 113 مليار تلتينه يعني 75 مليار يروح للمقتدرين. الدعم بيستفيد هو ده بقى حرام يعني الدعم ده بيستفيد منه إيه المصريين كلهم غني وفقيره. اتنين بيستفيد منه المصري والأجنبي اللي عايش على أرض مصر اللي هو السفارات والأنصليات والعربيات الفور باي فور كل ده بيشرب بنزين وسولار مدعم اللي هو الغاز الطبيعي اللي بداخل بيوت الأجانب في مصر. طب ما هو مدعم يبقى إذن هم كله بيستفيد يعني سداح مداح. بالله عليكي أنا لو مقتدر بما أن الحكومة غير رشيدة هروح أقول لها والله أنا مقتدر ومش عاوز دعم لا طبعا. فها بتقول لك حكومة غير رشيدة خليها عندي 75 كل سنة 75 مليار دولار ده بيروح للمقتدرين والباقي اللي هو الأقل بيروح للناس الغلاب. ولذلك بقول يبقى عندي إعادة هيكلة الدعم. اتنين برنامج خصخصة جديد هنا ده هيعمل ارتكارية شوية حساسية لمين لكتير من الناس في الشارع المصري يقول لك تاني خصخصة ما كفاية احنا اللي أسأنا انتاج نظام مبرر احنا اللي اسانا للخصخصه نفهم لا هنعمل لا هنعمل خصخصه هنعمل خصخصه بنكهه الطهاره بدل الخصخصه بنكهه الفساد في الفتره اللي فاتت مع في حكم بقى الدكتور محمد مرسي بطعم الطهاره بطعم الطهاره بمعنى اخر الدكتور محمد مرسي والله راجل طاهر والنظام بتاعه فيه طهاره وفيه اجهزه رقابيه يعني والناس بدت ثوره فالناس بدت تخاف برضو انه المسؤولين يقول لك لا خلينا ايه بنخصخص بس بطريقه فيها نوع من ايه عدم الفساد والى اخره. ده برنامج خصخصه مدروس كويس وانه الشركات اللي بتحقق خسائر دي نخصخصها بطريقه فيها نوع من عدم الفساد وفيها شفافيه والى اخره. اثنين ثلاثه اعاده هيكله اللي هو هيكل الضرائب بما لا يزيد اعباء جديده يعني شرائح جديده لا في الفتره الحاليه السنه اللي جايه يبقى الحد الاقصى برضه 25% لكن نوسع شوية إيه الشريحة نفسها إلى آخره.